شيء في الباب وكيف تصدقون. أشوار الأخوان وجوه يا أخوان قلوبنا تلعنهم. والسؤال الفرع هو ده، أنه كيف يكون أنه القلب يلعنهم والنبي يقول أنه بهش في وجههم، وشيخ أحمد قال والقلب بترب. المقصود يعني أن إحنا في ضمائرنا بنعرف عنه شيء ونوصل لهم شيء، قلوبنا تلعنهم يعني نعرف أنهم على بعدهم، وقد يكونوا مسلمين لكنه فيهم معاصي، وقد يكونوا مسلمين لكن منافقين، لأنه برضو النبي أمر بأن يكتم على المنافقين ولو أنه غضب عليهم، لكن أمر بأن يكتم عليهم وما يكلفهم إلا بالشريعة، يعاملهم بالشريعة حتى لا يظهر من معاملته شيء يصبح. وبطبيعة الحال المسلم كأنه هو يعرف من أسرار سلوكه ومعاصيه شيء، ما بيعامل على مستواه، يعامل على مستوى الظاهر اللي هو أمر الشريعة. وهي العبارة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عفوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله، ما عليه قلوب وسرائر ده موكول لله. النبي مطلع على بعض أعمالنا، وكمال الاطلاع على ضمائر عند الله، لكن هو ما اطلع عليه وما مطلوب يعاملهم بهم، مطلوب يعاملهم بالمظهر الخارجي اللي يتعاملوا به الناس. ونحن كل واحد مننا برضو بيعامل الناس في المستوى اللي بتقتضيه اللياقة والأدب العام، حتى ده برضو مستوى من النفاق، لكن النفاق الشريعة عايزاه، مستوى النفاق المعاملة الشريعة عايزاه. حتى في عبارة نبوية يقول لو تكاشفتم ما تعايشتم، لكن ما مطلوب أن الإنسان يبالغ. اللياقة والتعامل الواجب والسماحة بيقتضيها الوضع الاجتماعي بين الناس ده مطلوب. المبالغة بتدخل في دور النفاق، والصدق في المواجهة بالمعنى اللي يعني تقول كل ما تعلم ده ما مطلوب، فده اسمه نفاق اجتماعي مطلوب ده بالشرع. الزيادة فيه يبقى النفاق المضغوط، بمعنى أن الإنسان فعلا بتكره وتقوم تبالغ في الثناء عليه حتى، ولا الاهتمام بأمره مبالغة ظاهرة كذب فيها في عملك ده ما مطلوب. والجفوة اللي بتجي من يبدأ رأيك فيه بصورة تشبه المنابذة، تشبه المشاحنة، وتسوق إلى العداء السافر دي ما مطلوبة. ودي عبارته إننا لنحش في وجوه يا أخوان من قلوبنا تلعنهم، يعني نحن في الداخل نعرف أنهم شيء ما نحب أن نلاقيهم. اللعنة هنا معناه كده، مش اللعنة البعد البعدة رحمة الله زي ما هي اللعنة اللي ما يجوز للمسلم أن يلعنهم. قلوبنا تلعنهم يعني تبعدهم مننا، نتمنى لو ما لاقيناهم، ما بنكون من هوى أنفسنا ولا من ما يسر نفوسنا أننا نلاقيهم، لكن لما نلاقيهم بنسلك معهم بالصورة دي. إذا أمكن نلاقيهم بيكون أحب لأنفسنا، ده معنى اللعنة هنا.